وين انا رايي الشخصي واني نهضر ماشي باش ندخل في لو شوا تاع المدرب، لا خاطرش نحترمو راه صديقي ولعبنا كيف كيف في الفريق الوطني. انا نداخل مع هذا المنبر على ان سول جوار اللي ميريتي ما يميريتي تمانا، وكان جات ليا نعيط له هو سعيود ولا تشاطرني الراي. انا كيش سعيود ما كاش في لا ليست، جيتي كيما نقولوا جيتي ديسو باسكو سي ان تري تري بون جوار، اي لا بروفي وعنده بلاصتو في الفريق الوطني. مي لو ديرني مو ريفيان ا جمال بالماضي افيك تو مي ريسبي. هذه هذا واش ننجم نهضر، هذا ما كان القائمه هذه جاب دي بون جوار، وهذه اللي لا ليست يستاهلوا كاع يلعبوا في ليكيب ناسيونال. انا دخلت على ان سيل جوار هو امير سعيود اللي نحبه ولعب معايا في مولوديه الجزائر اكتيرمون سي لو ميور جوار، سي لو ميور جوار الجيريان. وين لقيتو مسكين لقيتو مستاء، قال لي يا كريم، قال لي يا خو، قال لي قلت له مبروك عليك فريق وطني، قال لي والله انا ما كنتش على بالي اللي خرج لا ليست. صحيح، قلت له مبروك عليك باركت له كذا منا باسكو سمعت بلي عيطوا له ليكيب ناسيونال. كي قال لي لا في لا ليست فينال تاع ليكيب ناسيونال وين الماتوشي مسكين لو ميور بيتور جاب لي ربيت على ليك دي شامبيون.